بدأت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تجهيز ملف متكامل ضد المغربي مروان داكوستا مدافع الفريق السابق، والذي قضت له فيفا بالحصول على 3,500,000 يورو. وأشارت صحيفة الاقتصادية أن الملف الذي بدأت إدارة الاتحاد في تجهيزه يحتوي على تصريحات داكوستا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخلافاته مع المدربين سييرا وتينكات، بالإضافة إلى سفره المتكرر للخارج ورفضه العلاج في جدة. وتابعت الصحيفة أن الملف يحتوي أيضا على الامتيازات التي حصل عليها مدعومة بأقوال الشهود من زملائه اللاعبين والإداريين وطريقة تعامله معهم. وستقوم إدارة الاتحاد بإرسال الملف إلى المحكمة الرياضية للاستئناف على حكم فيفا الصادر، وذلك من أجل إجبار اللاعب على تخفيض المبلغ أو الوصول لاتفاق بالحصول عليه على دفعات. وغير بعيد عن العميد، كشفت تقارير صحفية عن رغبة جوناس لاعب الاتحاد في تقديم شكوى ضد النادي في فيفا بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، إلا أن اللاعب البرازيلي خرج نافيا قيامه فعليا بهذه الشكوى. وأوضحت الاقتصادية أن جوناس لديه مستحقات مالية تقدر ب2,600,000 دولار طلب الحصول عليها كاملة أو سدادها على دفعتين فقط. وتابعت أن النجم البرازيلي يرفض جدولة مستحقاته على أقساط، خاصة أن له فترتي تسجيل ولم يتم قيده في كشوف الفريق. وهدد جوناس بتقديم شكوى فيفا ضد الاتحاد من أجل الحصول على مستحقاته كاملة حال عدم بموافقة الإدارة على شروطه. اعتبر ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية أن صفوان السويكت رئيس نادي النصر الحالي تولى المنصب في ظروف فوضوية. وفاز السويكت برئاسة النصر في شهر يوليو الماضي ولمدة 4 سنوات قادمة، بعد أن حصل على أغلبية أصوات الجمعية العمومية للنادي. وأشار ماجد عبد الله في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن السويكت جاء إلى رئاسة النصر بعد شهرين من رحيل مجلس سعود آل سويلم، وفي ظل رفض الجميع الترشح في الانتخابات. وأوضح أسطورة النصر أن هذا الفراغ الإداري أثر على استعدادات الفريق الأول والصفقات الجديدة لموسم 2019-2020. وأدان ماجد عبد الله مجلس السويكت في أمر واحد فقط، وهو أنه حسب نظره يدلع اللاعبين من خلال تنظيم خرجات لهم في منتصف الموسم ومنح المغربي عبد الرزاق حمد الله إجازات وسط المباريات. وشدد عبد الله على أن هذا الدلع أثر على مستوى بعض اللاعبين مثل الثنائي البرازيلي بيتروس وجوليانو، بالإضافة إلى اعتقاد البعض كحمد الله أنهم فوق العقاب. حسم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مصير الروماني راز فالوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل نهائي. وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية عن اقتراب رحيل لوشيسكو عن قلعة الزعيم بعد تلقيه عروضا مغرية من عملاقي تركيا غالاتا سراي وفنربخشة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر بإدارة الهلال أن لوشيسكو مستمر مع النادي نافيا وجود نية لانتقاله لأي نادي آخر سواء غالاتا سراي أو غيره. وشدد المصدر على أن علاقة إدارة الهلال برازفان ممتازة، لافتا إلى أن المدرب الروماني يعتز بتجربته في تدريب كبير أندية آسيا. وأضاف يكفي أن لوشيسكو بادر قبل الكل وأعلن بمحض إرادته وبدون ضغوط من الإدارة تخفيض راتبه الشهري إلى 50%. جدير بالذكر أن لوشيسكو تولى القيادة الفنية لنادي الهلال في صيف عام 2019 قادما من صفوف باوكا اليوناني، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الأول لكرة القدم. وفي المجمل قاد لوشيسكو الفريق الأول بنادي الهلال في 39 مباراة بمختلف البطولات المحلية والقارية
والعالمية، حقق خلالها 27 انتصارا وسبعة تعادلات مقابل 5 هزائم فقط. ويرتبط المدرب الروماني البالغ من العمر 51 سنة بعقد مع نادي الهلال حتى صيف عام 2021. كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة سارة بشأن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المصابين، والنشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية متوقف في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ضرب جميع دول العالم وأسفر عن إصابة ما يقرب من 3,700,000 شخص، بينهم أكثر من 250,000 حالة وفاة. ووفقا لصحيفة الاقتصادية، فك الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجبيرة وأزال المسامير المثبتة في إصبع يده مساء الثلاثاء بعد أن تجاوز المرحلة الأولى من برنامجه العلاجي بنجاح. وأشارت الصحيفة إلى أن جونز سيبدأ مباشرة في المرحلة الثانية من التأهيل وتمتد لنحو أسبوعين قبل أن يتمكن من العودة إلى ملامسة الكرة ومن ثم المشاركة في التدريبات الجماعية حال استئناف النشاط الرياضي. وجونز كان قد خضع إلى عملية جراحية في 7 أبريل الماضي تم خلالها تثبيت كسر سابق في إحدى أصابعه وإعادة مفصل إصبع آخر إلى وضعه الطبيعي بسبب خلع كان يعانيه. وتعرض جونز للإصابة خلال مباراة العين التي فاز بها النصر بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. ومن ناحية أخرى، دخل المدافع عبد الله ماضو مرحلته ما قبل الأخيرة ضمن برنامجه التأهيلي وسيكون جاهزا للعب الكرة بعد نحو شهر من الآن. ويواصل ماضو تدريباته اليومية التأهيلية في مقر النادي هو وزميلاه جونز وعمر هساوي. يذكر أن ماضو أجرى عملية منظار تم خلالها إجراء تنظيف للركبة بنجاح في 2 من الشهر الماضي. كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم عن عقد مجلس إدارة نادي الهلال اجتماعات دورية عن بعد لمناقشة الملفات الساخنة والمصيرية. ونقلت صحيفة رياضية عن مصادر هلالية أن إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل بحثت ملفات عقود الرعاية خلال الاجتماعات الدورية الماضية وقررت إحالتها إلى لجنة الاستثمار من أجل اتخاذ القرارات النهائية فيها. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الهلال قررت أيضا تأجيل النظر في عقود اللاعبين الأجانب والمحليين والتعاقدات الجديدة لوقت لاحق. وغير بعيد عن الهلال، تسبب أحد نجوم الزعيم في انتفاضة كبرى على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بسبب نشره صورة خاصة به خلال فترة الحجر المنزلي. ونشر البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال صورة أثناء أدائه تدريبات بدنية شاقة على حسابه الشخصي بموقع انستغرام حازت على إعجاب الكثير من أصدقائه ومتابعيه. وأشارت صحيفة ديبور أن كاريلو بمجرد نشر الصورة الخاصة به حصل على 50,000 إعجاب وأكثر من 1,000 تعليق. ويتواجد كاريلو في الرياض ويخوض تدريبات في المنزل للحفاظ على لياقة البدنية تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.